تيسبرس. تيسبرس.com أول موقع إخباري إلكتروني بتسنيد جنوب المغرب. يا عمان صعب، يا عمان يا صعب، يا عمان يا صعب، يا عمان يا صعب. هالشي ماشي معكم، كما تعلمون أن هذا الطريق متعطر لأزيد من 5 سنوات، والأشغال المتوقفة مما يسبب إلى عزلة الساكنة سواء فصل الصيف أو فصل الشتاء. نحن الآن أمام مقر عمالة إقليم تزنيت، نندد ونندد في الإقصاء والتهميش الذي تعانيه ساكنة أيتحمد. أيتحمد خارج في التهميش، أيتحمد خارج في الإقصاء، أيتحمد من تابع لأيتحمد وارجع في الشارع. أتمنى أن يكون هذا اللقاء كآخر حلوة كآخر ساكنة بمنطقة أيتحمكم. الوصف إلى أيتحمك. أسوي في اللون بعدا مثلاثي اللي أنا نغي أسي سفرتي الكرونولوجيا أنك مصطفى فاضل ولا نجنا المنظمة بس وش كان متناز وش كان سفوغارس ليبين ضيعن في اللاسية القدر الفلوس تقريبا غالي 60 مالك نور مسين تقريبا كان 3 مليار من 2012 شايب بي غارة ساري خلا غالي قيت سكرنا ري خلا وش كان زي غران متنازي ربنا أنا استجبي المطالب هاتني والسلام عليكم. عيدونا بشعارات كمل هذا كمل مرحبا في لك كله
انتفاتيات حمدان تنتظر جميع المشاريع.